لا يرضاه ولن ترضاه الأسرة التعليمية لهذا القطاع. تحية لجميع الإخوة الذين لبوا نداء الجامعة الوطنية للوظيفة التعليم، الذين اليوم يعبرون عن استنكارهم لهذه السياسة التدبيرية لوزارة التربية الوطنية. اليوم معنا الأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل المغرب والكاتب العام للجامعة الوطنية للموظف التعليم الأستاذ عبد الإله الحلوطي، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمة بهذه المناسبة النضالية. تحية نضالية، قيادة وطنية، تحية نضالية، قيادة وطنية.